عند تذكري لصديقي السابق لويس ومعاناته في آخر أيام، أشعر بالسوء وربما بقليل من الشفقة. فالأمر كان أشبه بأن ينتهي شغفك فجأة وأنت تساوى في نظرك كل الأشياء دون استثناء. وها هو من جديد وفي واحد من أسوأ أيامه، وربما لا أعلم، لا أعلم كيف يكون على الطرف الآخر، لكني أعلم جيدا أنه لن يكون راضيا بما وصلته إليه الأيام، وتضيع للفرصة، للفرصة الأخيرة، وتضيع للفرص الكثيرة. فالفرصة لا تأتي في الحياة على طبق من ذهب، وإن جاءتك فلا تضيعها كالذين فارقوا الحياة وهم أشباه الأموات، فتندثر خطاهم وتحترق. لا بقى، هو الراجل ده هيفضل يفكرك في الاحلام كده كتير كده مش دافع. المهم عندي ميعاد لازم الحقه، اقول لك انا بشويه كده. اعظم مني يعني خليك تلف حوالين نفسك خليك معانا. ده ليه دكتور عضوي ولا ايه؟ لا انت كده فين؟ طب دي ايه؟ وانا اللي كنت بدور تمام بتاعتي؟ كده دكتور عضوي كل ده الفل؟ مفاتيح مفاتيح ده كنت أبو أحد. شوفك على خير. متأخر طبعاً. مش مهم مش مهم. لازم استنيني. أنا عرفت مين فرانك لويد. أنا أعظم واحد. بس المشروع ده. هيبقى هو النقل في تاريخ العمر. فين المفاتيح؟ كاترين ايه يا راجل في ايه مالك؟ الله فين المفاتيح؟ معرفش. وانت تقول لي حاجه ولا بتعرفني حاجه ولا مفاتيحي حاجه في حياتك دي؟ مش معذرني انا هتصرف. انا عارف انا اتاخرت عليكي بس انت عارفه مشاغل كتير. مشاغل؟ لان معلوماتي بتقول عكس كده خالص. اه قلت لي الارض فين تاني؟ بص بقى انا عايزه كل حاجه تتنفذ زي ما انا عايزاها مظبوط. انت مش عارف انا ضحيت قد ايه عشان البيت ده يطلع زي ما انا عايزه. هقول لك طلبات اكتب وراها. اول حاجه انا عايزه البيت ده كل الناس تتكلم عليه. تاني حاجه عايزاه بتراث مختلف تماما، مش زي اي حاجه اتبنت قبل كده. تاني حاجه عايزه بسين. ما تحبيش نزود حاجه تانية على الاوردر؟ نعم. لا 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 مفيش. قلت لي الارض تاني فين؟ هتكون في ماليسودا. طبعا انت عارف انا اخترتك ليه، يعني انت اكتر واحد هتساعدني ان احنا نخلي البيت احسن بيت في ماليسودا كلها. طبعا انت عارفه جاي انك جاي اكتر واحد عبقري. ده اساسي. السلام عليكم. ازيك انت نفسك؟ انا عرفتك على طول. اهلا الف سلامه مالك حبيبتي. وقعت وانا نفسي. يلا في داهيه. ماشي. بصوا انا مش هعطلكم خالص، انا بس جايه اتفرج عليكم بتعملوا ايه كده. ايه والله عليك ايه في ايميل؟ لا مفيش حاجه خالص. كملي كملي. بصوا بقى انا عايزه تبقى البيت يكون فيه فراغات واسعه ومريحه وحاجه كده ما تكونش مزعجه للعين. مريحه يعني. اه خلاص لان انا تعبت من الدوشه قوي. اه
بس دي دي كل طلباتك؟ حبيبتي طبعا انت ايه هتعب الطبيخ وغسيل ونشر لا 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 ده مسموش شغل ده مسموش شغل ليه اللي تسودي لا مفيش حاجه خالص انا بس تعصبت شويه عشان كان في فكره في دماغي ما عرفتش انفذها احنا ممكن ننقل على المكتب بتاع الاجتماع مفيش مشكله بص بقى طبعا انت عارف ان انا ما عنديش خدم فبالتالي عايزه مساحات اوسع مسافات اقصر وخلي بالك مش عايزه بعزقه في الفلوس طبعا مش مال سايب هو طبعا يا حبيبتي يقطع الخدم واسنانه انت مركز معايا مركز مساحات كبيره ومساحات صغيره طبعا المهم تتصرف عارفه يا حبيبتي انا اصلا اما كنتش هعمله حله المحشي وبعدها يحبس بكوبايه شاي ويقعد كده ويسترس بس خلاص في ايه خلاص بس انت كبسني يلا انا همشي ماشي بس ايه بس اول ما يخلص البيت بتاعك انا اول واحده هعمل لك مكرونه بشاميل زي الحلو بس خلاص يا ولاد خلاص هو دايما يحب يدلعني كده اصلا ماشي انا همشي يلا باي 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 شفتي عذرتي ان انا اعمل المستحيل مستحيل مستحيل اتصرف المهم اللي في دماغي يطلع ايه ده ايه ده في ايه لو سمحت ما ينفعش كده ايه قله الادب دي انا ما اسمحلكش يا ساتر لولا اني مضطر عليك بس اقصر المسافات والمساحات الكبيره ازاي اكيد الست دي عندها مشكله كل الستات المطبخ والاكل والغسيل زي ما على راي الولايه كتر المطبخ صحيح مش هيتغير فيه كتير بس نقصر المسافه بينه وبين الفراغات فراغ السفره احنا لازم نعمل كونكشن ما بينهم هما الاثنين ثلاث حيطان كتير قوي على المطبخ احنا هنخليها حيطين وحيطه تانية مفتوحه ونحط فيها ايلا تبقى واصله ما بين المطبخ وما بين ترابيزه السفره حلوه الفكره دي ونخليها على ارتفاع 90 سنتي عشان ما حدش يتكعبل بالمره اما عليا افكار عليا افكار وبرده بالمره عشان الناس ما تقعدش تلف كده في حوالين المكان كله عشان تحط الاكل على السفره ماشي كمان ايه موضوع تبقى عينيها مرتاحه دي عينيها مرتاحه عينيها مرتاحه ماشي خلاص هنخلي لها كل الشبابيك والبيبان ازاز مش مشكله وبالمره اعمل اتصال ما بين الفراغ الداخلي والفراغ الخارجي واوصل اللاندسكيب بالفراغ ماشي انا حبهر المجتمع ده وبالمره احنا كده كده اصلا عندنا مساحات فاضيه كتير توصل ما بيننا وما بين الجرينز حلو انا حبهركم ابدا بقى في البلان نحط الجريد الجميل ايوه 5x5 كده حركه انسيابيه يلا بينا ايه ده في ريحه شياط هطلع فكرة محدش ده انا هربط اللاندسكيب بتاعي باللاي اوت وهعمل يونتي محدش فكر فيها قبل كده وهركز في البرايفسي بتاعتي لازم اللي جوه يشوف كل اللي بره اللي بره ما يشوفش اللي جوه حاجه ايه ده الخطوط دي منظفه في احلى من الوجه لما تبقى هوريزونتال كده وكمان فارق الليفلز كده يعمل فارق في السكاي لاين
هو ده الشغل. حط بس ايه شوية ضوء ميكيشن ضوء علشان ايه يعمل يونيتي مع اللاندسكيب. لازم اخسر الشيء انا تعبت والحمد لله بقى. والله فلسفة فارغة. قال لك لاندسكيب يونيتي طبيعة كلام عجيب كده. انا هظبطك الدنيا استنى بس. نرجع بقى ايه كلاسيكال اللي بتاع الحضارة بتاع الشغل الجديد ده. ولا الشغل ولا بلاش. ايه ده الشغل سلوب دروف وارشز ده شغل لوز. وانا بقيني حقلة بعض ابي ده ولا لا. احنا نرجع للهوريزونت الروف تاني. قال لك ارشز يا ايه سلوب دروف. خلاص خلصنا جو الريفايفل والرومانسك رومانسك. قال لك الراجل ده هيلطبط لي مفاهيمي. مفيش شغل روماني يا عم في الحداثة. مرة ايه نمسح القرش دي خلي شكل المشروع وحش. هو ده المشروع ولا بلاش؟ احنا يدوب نلحق نسلمه. انا انسى كله تمام. اتفضل. الشغل بتاعنا ايه؟ خلاص اهو احنا مستنيين موافقة حضرتك بس ومشروع يبقى تمام. دي الواجهات والبلان بتاع المشروع. تمام حلوة الواجهات جميل العظيم. وتراز شكله جديد يعني. طبعا ما هو ده المطلوب يعني. تمام كويس. طيب فهمني بقى مبدئيا كده. انا اكتر فوكس عندي في الموضوع كان على المطبخ زي ما انتي طلبتي. عملت حاجه ما حصلتش قبل كده. خليت المطبخ مفتوح على اوضه السفر بحيث ان الحركه تبقى سهله وانسيابيه. تمام جميل. بس انا شايفه ان المساحه بتاعت المطبخ صغيره يعني. لا ما احنا حلينا المشكله دي بارفف خشب على الحيطه بشكل مودرن هتحل الموضوع كله. جميل جميل خلاص. هو يبقى في المره في اماكن يعني احط الحاجات بتاعتي على الارفف الخشب. جميل جميل. طيب تمام. في اي تعديل لحضرتك؟ لا في تعديل لحضرتك. لا تمام يعني ما انا مش عارفه بقى بصراحه العفاريت بتاعتك ما جوش معاك المره دي. الحمد لله كاترين ما جاتش. تمام تمام كده بالموافقه بتاعه حضرتك تقدري تنفذي المشروع. شكرا جدا يا مستر فرانك وسعيده بتعاملي مع حضرتك جدا المره دي. وانا شكرا. جاله جواب. نشوف ايه ده. يا ربي. ايه ده شغل جديد ده جونسون. حلو حلو. انت يا راجل فينك؟ جالك جواب اهو متلقح عندك على المكتب. ما نشوف اخرتها معايا. تعبني. جالي جواب. هترى جواب من مين ده؟ نقفل الكلاس. هي كل شويه تقعد تفتح في الجوابات دي. ايه ده؟ جواب من جونسون حبيبي.
بقالي كتير ما شفتوش. ايه اهم حاجه اخلي بالي من راحه الناس في المكان والمسافات فانكشن يعني. ماشي يا عم ماشي. نبتدي بقى سكتشات. فشلت مش كده؟ لوس انت مش ميت؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اديك درس واكسر غرورك. انا مش مغرور، انا عظيم. بأمارت الاعمدة اللي حاططها لي اللي شايلة نفسها. الاعمدة دي عملوا عليها تجارب وشالت اكتر من المفروض تشيل، وغير كده انا دخلت في الديتيلينج بتاع الازاز والاضواء. انت عملت ايه؟ ممكن تكون دخلت في الديتيلينج من كل اللي بتقول عليه ده صح، بس للأسف الناس ما استحملتش تقعد في المبنى من اساسه. بيه انت تعرف ايه انت؟ ها شفت مبنى الريسيرش فين يا اخويا؟ شايف البالانس اللي ما بين الافق والراسي؟ ها ولا انت مش شايف ان المبنى كله واقف على كور واحد؟ ولا انت مش شايف البالانس اللي ما بين الادوار؟ بالانس والكلام. طيب ماشي، ممكن يكون في بالانس وكل الكلام انت بتقول عليه ده صح، بس كان مصير المبنى في الاخر ايه؟ قلب كافيتيريا بالظبط. عشان هم متخلفين. انا حابب اقول لك حاجه. فورم فولو فانكشن، فانكشن اند فورم ون. فورم فولو فانكشن عشان فورم ون. اي سيد فورم فولو فانكشن. انت هتجنني؟ انت اصلا ميت؟ انت جيت منين؟ انت جيت منين؟ انت ميت. موت الوقت بيرفع وتيجي يموت، يقدر يلوس ويتجنى وعقله يفوت، بوظ مشاريعه وضيعه وخلفه كتفه. عاوزينه يموت، عاوزينه يموت في كل هالفوت، عاوزينه يموت الوقت فارق، عاوزينه يموت، يحضر يهربس ويتجنى وعقله يفوت، بوظ مشاريعه وضيعه وخلفه كتفوت، عاوزينه يموت، عاوزينه يموت في كل هالفوت، عاوزينه يموت الوقت فارق، عاوزينه يموت، يحضر يهربس ويتجنى وعقله يفوت، بوظ مشاريعه وضيعه وخلفه كتفوت، عاوزينه يموت، عاوزينه يموت في كل هالفوت. دائما المشكلة الأزلية وهي إثبات الذات. فرغم التمرد الدائم لفرانك على آراء لويس إلى أنه ظهر تأثره به، وهذا التجانس ما أنتج الأورجانيك ستايل الذي ما زال مؤثرا على العمارة حتى وقتنا الحالي، والذي كان يمتد على انعكاس عناصر الطبيعة ووظائفها وتجانسها على العناصر المعمارية وتجانس الفراغات الداخلية. وهذا الإبداع كان طائفة والدته التي كانت تهتم بموهبته منذ صغره.